يوم من الأيام سيدنا سهل بن حنيف وقيس بن سعد كانوا قاعدين في القادسية، فمرت عليهم جنازة فقاموا وقفوا احتراما للجنازة دي، فكان في واحد تالت قاعد معاهم فقال لهم اجلسا اقعدوا اقعدوا إنها جنازة ذمي، دي مش جنازة واحد مسلم، اقعدوا اقعدوا. فقال رضي الله عنهما سهل بن حنيف وقيس بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة ذمي وقيل له يا رسول الله اجلس إنها جنازة يهودي ليست جنازة مسلم يا رسول الله اقعد، فقال حبيبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ والله نفس الدنيا كلها تسمع الكلام ده، نفس الدنيا كلها تعرف تعاليم الدين الإسلامي على حق، تعرف حياة الرسول على حق. الرسول اللي بيقول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة مش هيشمها، لأ مش هيقرب منها، ده مش هيشم ريحتها حتى علشان قتل معاهد. هو برضو الرسول اللي قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. انت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقف خصمك قدامك كده يوم القيامة علشان انت ظلمت واحد يهودي او نصراني في بيننا وبينهم معاهدة، علشان انتقصت حقه اخدت حقه، علشان كلفته فوق طاقته، علشان خدت منه حاجة وهو مش راضي بغير طيب نفس، فهتلاقي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم حجيجك واقف كده خصمك مش هتعدي إلا لما ياخد حق اليهودي أو النصراني ده منك. هذا ديننا وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم.